لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. فانتهينا في الدروس قبل العيد بفضل الله تبارك وتعالى في الكلام على القسم الأول من أقسام علم الأصول، وهو الكلام على الحكم الشرعي وما يتعلق به من الكلام على الحاكم وخطاب تبارك وتعالى والمحكوم عليه والمكلف والمحكوم فيه، وهو فعل المكلف، وهذا ما انتهينا منه. وطبعا يعني في آخر مرة اللي يعتبر الجزء الرئيسي في هذا الكلام هو الكلام على الأقسام الحكم الشرعي، وده تمهيد مهم جدا في دراسة الأصول وفي دراسة الفقه وفي أي دراسة متعلقة بهذا الأمر. نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في القسم الثاني من الأقسام، وهو الكلام على أدلة الأحكام. يبقى احنا بنتكلم على كما ذكرنا ان موضوع أصول الفقه هو معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يبقى احنا بس احنا هنا بنتكلم على الأحكام بصفة عامة وعلى الأدلة بصفة عامة وعلى كيفية الاستنباط. بنيجي في الفقه في كل مسألة جزئية بيبقى عندنا الدليل نستنبط منه وفق آليات الاستنباط التي نعرفها، نستنبط منه الحكم. يبقى ده التطبيق في كل مسألة فرعية، بيبقى عندنا أدلتها نستنبط منها الحكم وفق قواعد الاستنباط التي تعلمناها في علم أصول الفقه. يبقى دايما يبقى عندنا في علم أصول الفقه كما ذكرنا أربعة أقسام. القسم يتكلم على الحكم الشرعي، يتكلم على أقسام الحكم التكليفي والحكم الوضعي وبعض المباحث المتممة، والقسم يتكلم على مصادر أدلة الأحكام. مصادر أدلة الأحكام يبقى نتكلم على الكتاب، السنة، الإجماع إلى غير ذلك. احنا نتكلم عليهم من النهاردة بصفة إجمالية، وبعدين نتكلم على واحد واحد بعد كده. يبقى ثم نتكلم على كيفية الاستنباط، كيفية دلالة الأدلة، ده يعتبر هو. والقسم الرابع وممكن بيلحق بالثالث يبقوا ثلاثة بس، والكلام على الاجتهاد والتقليد، لأن الاستنباط ما يحتاج اجتهاد. طب وهذا لا يتأتى لكل الناس. يبقى من لم يحصل على هذه الرتبة ماذا يصنع؟ ودي مسألة يمكن قلنا مميزة جدا لمنهجنا في تعظيم الدليل، إن مقتضى تعظيم الدليل إن الاجتهاد يتجزأ، ويبقى من قدر صحيح الناس ما لم يحصل رتبة الاجتهاد المطلق لا يستقل بالنظر في الأدلة إلى غير هذا، ولكن يبقى يتعلمها إذا تعلم الملك، يتعلم كيفية الاستنباط، بحيث أنه في كل مسألة يتبع الحكم بدليله. وإن ده الرتبة اللي يسميها بعض أهل العلم طالب العلم المميز، يسميها البعض المتبع، يسميها البعض تجزؤ الاجتهاد، اللي هي الرتبة الوسطى بين المقلد والمجتهد. ده أمر في غاية الأهمية إن إحنا نبقى عارفينه، وله أثر كبير جدا في تطبيق المنهج الإصلاحي، بالذات لما بيحصل نوع من أنواع الفساد.
نوع من أنواع انتشار البدع، سواء كانت بدع في العقيدة أو بدع في العبادات أو كل أنواع البدع التي نراها، طبعا بتتجذر في النفوس وبيبقى لها ناس كبار لهم سلطة وصورة وجولة، وإذا أحيل الأمر على التقليد لا يمكن قط أن تجد أن ثمة أي نوع من أنواع الإصلاح، إنما الإصلاح يأتي. وهكذا كان تاريخ الحركات الإصلاحية عبر التاريخ، الإصلاح يأتي من إحياء اتباع الدليل وبيان الانحراف الغطاء في الأبواب الموجودة، الأبواب اللي فيها بدع، أبواب العقيدة، أبواب العبادة أو غيره. يبقى دي أقسام علم أصول الفقه أشرنا إليها بسرعة، ونعود يعني مرة أخرى إلى أننا الآن بصدد البداية في القسم الثاني، وهو المتعلق بأدلة الأحكام. يعني بيعطينا الكتاب ملخص أشبه بالفهرس المختص جدا لهذا الموضوع، يقول القسم الثاني أدلة الأحكام. يقول الأدلة الشرعية الصحيحة مرجعة إلى كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام. طبعا يعني ده من ناحية المرجعية يمكن أن تبدأ بالقرآن، ده اللي هو موضع اتفاق بين جميع المسلمين، ثم تستنبط منه حجية السنة، ثم منهما تستنبط حجية الإجماع، ثم منهما تستنبط أن هناك دلالة تسمى دلالة القياس كذا. فيبقى الأصل من جهة الذي أنشأ مرجعية غيره هو القرآن، لكن من جهة تعامل الفقيه كل دي أدلة، يعني كل هذه أدلة، لأن خلاص طالما إنها كل منها خطاب من الله تبارك وتعالى أو كاشف لمعنى خطاب من الله تبارك وتعالى، يعني زي الإجماع مثلا خطابنا، إحنا بنقول إما إحنا بنتعامل إما خطاب من الله عز وجل متعلق بأفعال المكلفين، وإما إن هو شيء كاشف زي من الإجماع، يكون عندي نص ظن الدلالة أو يحتمل أكثر من دلالة، والإجماع يجعل إحدى الدلالتين صحيحة والدلالات الأخرى غير صحيحة. يبقى إذن دي كلها أدلة نتعامل معها بأنها ملزمة، فعند الاستنطاق نتعامل معها جميعا، لكن عند تقرير المرجعية وتقرير أن هذه أدلة، البداية بالقرآن، القرآن بيدلك على حجية السنة، صارت القرآن والسنة معا دليلان، القرآن ده في البناء المنطقي في المستند الذي به تقول أن هذا حجة وأن هذا حجة، تقول القرآن ده بإجماع المسلمين وحتى غير المسلمين يعرفون أن القرآن هو كتاب المسلمين المقدس الذي يجب عليهم اتباعه. طيب القرآن عندنا بقى أدلة لا تحصى كثرة في القرآن تدل على حجية السنة، ما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم، ويعني إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة جدا. فبيبقى القرآن بيثبت حجية السنة، يبقى كده من ناحية البناء المنطقي، التسلسل المنطقي في بناء مرجع والسنة، نبتدي نتكلم على الإجماع ونجيب له أدلة الكتاب والسنة، وهكذا إلى أن نقرر جميع أدلة الأحكام، واللي بعضها مختلف فيها، يعني بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، والاختلاف راجع لأنه كل واحد من دول هل له مرجعية من دليل قد تقرر بالفعل أنه دليل؟ يعني عندنا طبعا السنة يعني الخلاف فيها مع أهل البدع، يعني لا ينازع في حجيتها أحد من أهل السنة، ولا ينازع في حجيتها أحد من الأئمة الأربعة، ولا يعني حتى الأشاعرة والمتكلمون يقرون بحجية السنة في إجمالا، وإن كانوا يعودون فيقولون
ان الاحاديث الاحد ليس بحجه في العقيده، يعني لكن في الجمله قلوب بحجيه السنه. لكن عموما حتى لو هؤلاء المخالفون لاهل السنه والجماعه في باب حجيه السنه بيبقى الحج عليهم بالقران، فنبين من القران انهم المفروض يقروا بانهم بانه حجه عليهم وانهم يجب عليهم اتباع بناخذ منه ادله حجيه السنه وهكذا. وبالتالي بيجي خلاف في امر، طبعا في خلاف يسير في القياس، هل دل عليه الشرع ام لا؟ طبعا الجمهور بل يكاد يكون الاجماع باستثناء اهل الظاهر على حجيه القياس، وان كان حبين ان هو القياس نوع من الدلاله وليس مصدر كنوع ك ك كنوع من التنظيم والترتيب الأجود ونحو ذلك. طبعا هنلاقي حاجات فيها خلاف، والخلاف ممكن نجده خلاف حقيقي، ممكن نجده خلاف لفظي، بعض الحاجات فيها خلاف حقيقي، والصواب ان احنا ناخد الحل الوسط. مثلا يعني عمل اهل المدينة كما في كتاب تيمية اللي يقال انه فرض به المالكيه، لكن يرى لا ان هو حجه بلا شك، ولكن اذا كان منقولا بطريقه تفيد ان هذا يعني مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او على الاقل الى عمل الصحابه رضي الله عنهم، يعني وانه نقله جيل بعد جيل عنهم، وليس انه ناشئ عن اجتهاد احد ائمتهم من التابعين او من تابعي التابعين. يبقى المسائل المختلف فيها هنحقق الخلاف هل هو حقيقي ام لفظي، وارد يكون الخلاف لفظي. طيب ثم لو الخلاف حقيقي، يا اما بنرجح القول بان ده مصدر من مصادر ادله الاحكام، او انه ليس بمصدر، واحيانا كثيره او تقريبا في كل النماذج تجد انه يكون مصدر بقواعد وضوابط وقيود، زي ما قلنا عمل اهل المدينه، شرع من قبلنا، الاستحسان هو مشترك بين معان كثيره، بعضها يعني يعني لا يصلح يعني قولا واحدا ان الانسان يستحسن بالراي وهواه، وبعضه يعني لعل يكون قريب من القياس او غير ذلك، او تقصير تقديم احد القياسين على الاخر، كما سياتي الكلام على كل شيء منها. طيب يبقى هو انا عندي بعض المصنفين في علم اصول الفقه بيعتبر ان الاربعه المتفق عليهم هي الكتاب والسنه والاجماع والقياس، البعض بيعتبرهم الكتاب والسنه والاجماع، يقول ان كل ما عدا في خلاف، وكلمه في خلاف مش معناها ان يكون صاحب الكتاب لا يعترف بهم، هو بس بيفصل بين هذا وبين ذاك. والراجح الذي نميل ان كل هذه المصادر هي مصادر أدلة الأحكام، لكن بعضها توسع فيه البعض، وهو لا يكون دليل إلا بقرائن. يعني هو الإجماع مثلا البعض يلحق بقول الجمهور، طب ما نيجي الأول نشوف مستند حجية الإجماع، كل الكلام ده هنقوله بالتفصيل يعني مش هتطرق. يعني إذا كان مستند حجية الإجماع هو أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، يبقى إذا مهما كثر عدد القائمين بقول ما، وطالما أنه لم يحصل في عصر من العصور أن يتفق مجتهد الأمة جميعا على قول واحد، يبقى ما تقدرش تقول المسألة دي إجماع، لأن المستند اللي قررت حجة الإجماع لا ينطبق إلا على أنه تأتي الأمة في عصر من العصور، يبقى كل مجتهديها يقولون بقول ما، فتقول لو كان الحق في غيره للزم من هذا ان الامه خلت من قول الحق. طب ما الجمهور قرينه تجعل المجتهد لما يجي الجمهور، ودول جمهور اهل العلم الافاضل، لكن ليس دليل، وطبعا من باب اولى طالب العلم، لكن مخالفه الجمهور تحتاج إلى روية بلا شك، لكن هذا ليس إجماعا كما قد يظنه البعض. يبقى القضية أو البعض يجي في الإجماع يقول ولا يضر مخالفة الواحد والاثنين ولا يضر،
قوم نبص لقينا وصلنا الى شيء يعني ليس لا ينطبق عليه الدليل اللي بيقولنا ان الاجماع. يبقى ادله الاحكام معظم ما المصنفين بيفصل بين المتفق عليه وهم ثلاثه او اربعه، الكتاب والسنه والاجماع والقياس، وبين غيره اللي بيقول فيهم خلاف. بغض النظر ان احنا في كل الانواع اللي فيها خلاف دي ممكن نصل في النهايه الى انها حجه بشروط وقيود معينه. القياس هنا ويمكن اتكلمنا على الكلام ده قبل كده، الدكتور الاشهر رحمه الله يرى ان القياس ليس مصدر من مصادر ادله الاحكام، مش انه ينكر حجيه القياس، يرى ان تصنيفه وترتيبه نحطه في باب الدلالات، دلاله المنطوق، دلاله المفهوم، دلاله القياس. ولعل فعله ده اقرب، ان هو القياس دلاله، لان انا مثلا اقول القران هقول لك طيب اقرا القران وهات ادله الاحكام، هات ايات الاحكام، الاقي ايات الاحكام والاقي كتب في تفسير ايات الاحكام. السنه هلاقي السنه فيها كلام على العقائد وكلام على الاحكام وكلام على الـ 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 الاداب والاخلاق. طب هات لي احاديث الاحكام، الاقي احاديث الاحكام والاقي ايه لها كتب ولها شروح ولها ولا، يعني انا قصدي ايه، هو ده مصدر يعني الاقي ادله ضمن القران هي خطاب من الله تبارك وتعالى مخاطبنا بافعل او لا تفعل. طب السنه الاقي كذلك، طيب امال القياس؟ لا ده هو نفس الدليل الذي ورد في الكتاب والسنه فاستنبطت منه حكم من منطوقي او من مفهومي ثم ورد عليك مسألة لا مسكوت عنها ووجدت أنها تشترك بالعلة مع هذا الموجود في هذا النص فتلحقه به بجامع، إذن فهي نوع من الإيه؟ نوع من الدلالة. لكن لو حبينا نبقى ماشيين على الاصطلاح الأشهر تقول إن أنواع أدلة الأحكام المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن في الكتاب الواضح مش هلاقي القياس في قسم أدلة الأحكام، هلاقيه في قسم الدلالات، ثم بعد ذلك الأنواع الأخرى المختلفة عليه. يعني نرجع نشوف الأشهر كان بيقول لنا الأدلة الشرعية الصحيحة مرجعها إلى كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام، ثم إن الأدلة الشرعية المتفق عليها المختلف فيها الأنواع الآتية: واحد كتاب الله تعالى، اثنين السنن النبوية قولا وفعلا وتركا وتقريرا، الثالث إجماع الأمة، الرابع إجماع الخلفاء الراشدين، ودي مسألة غير بقى إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة أو أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. هل وردت أدلة ترشد باتفاع الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين طب هم الخلفاء الراشدين هيبقوا مين؟ طبعا في اتفاق يعني على ان هذا الوصف ورد في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انا وقت هناك خلافه على منهج النبوه وعليكم سلطان الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هناك اتفاق على ان هؤلاء هم من اهل السنه طبعا، هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والصحيح أنه خامسهم هو الحسن بن علي رضي الله عنه. كتير طبعا احنا نقول إيه خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، كأن هم أربعة والذي هو خامسهم من حيث السيرة ومن حيث العدل ومن حيث هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. لكن هو الصحيح نقول في خامس حقيقي وهو الحسن بن علي رضي الله عنه، والذي تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عن الجميع، وإن هي ديت الإيه الخلافة الراشدة. هل ثمت أدلة؟ هل ثمت أدلة أمرت باتباع اجتهاد هؤلاء؟ فإذا اتفقوا في مسألة اجتهادية، احنا طبعا قلنا احنا مش هيبقى
المسألة هنقول إن الدليل فيها دليل من ال من ال من يعني لما نقول إيه دليلك في المسألة؟ نقول إجماع الخلفاء الراشدين، وإحنا معانا دليل من القرآن أو السنة أو إجماع الأمة قاطبة، فيبقى إحنا هتبقى مسألة اجتهادية اتفق فيها، أو كان المسألة مسألة دليل الأدلة فيها ظنية أو ليست فيها دليل. ولكن هل نعتبر لو اتفق خلفاء الأربعة على قول أو أحدهم قولا وشهد الباقون وسكت الباقون، هل نعتبر هذا حجة؟ دي مسألة مهمة جدا، والراجح إن إجماع الخلفاء الراشدين حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته. قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ وبرضه هنا هنبين إن شاء الله تعالى إنه إيه قول الصحابي الراجح انه حجه اذا لم يخالفه غيره من الصحابه. ودي مساله غير الاجماع، الاجماع ان احنا نعرف ان كل المجتهدين قالوا كده. طبعا المسائل اللي فيها اجماع من هذا النوع غالبا بيكون فيها دليل اعلى من الاجماع، بيبقى فيها نص قراني او سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى يعني وتكون يعني قطعيه الدلاله او ظاهره الدلاله، ويتاكد هذا بأن هذا فعل أو قول إيه مجتهد الأمة في الهيئة العامة للصلاة، وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب صوم رمضان وجوب الحج الأركان العظمى للحج إلى نحو ذلك. طيب ممكن بعد كده أنا أعرف إن في صحابي قال قولا واشتهر ولم يعلم له ولم يخالفه غيره، فده بندخل في مسألة اسمها الإجماع السكوتي. في مسألة أقل، ودي بقى اللي فيها خلاف فعلا بين العلماء، هل هي داخلة في الإجماع أم لا، وهل هي حجة أم لا. إن إحنا يجي في مسألة ينقل لنا قول بعض الصحابة، قول بعض الصحابة ولا ينقل مخالف له، لا هو لم ينقل لنا إن كلهم قالوا، ولا إن هذا الصحابي أو هذين الصحابيين مثلا قال أفتيا بهذا في محضر من جميع الصحابة، فتبقى دي مسألة الإجماع السكوتي. لكن فقط نقول الذي نعلم قوله من الصحابة فلان وقال كذا، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أن قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من الصحابة حج. المصدر السادس هنا في ترتيب الكتاب إجماع أهل المدينة، يقول عند المالكية وإجماع أهل الكوفة. طبعا إجماع أهل المدينة عند المالكية إنما قالوا به باب أن ما يفعلونه عمل أهل المدينة، إن العمل لو لم يكن نقلا قوليا بيقولوا إنه ده في زمان الإمام مالك رحمه الله تعالى وفي زمان شيوخه، يبقى أكيد بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده لو سلمنا بهذا لوجب علينا ان نسلم بان عمل اهل المدينه حجه، كما ذكرنا شيخ الاسلام تيميه بيفرق بين اذا كان العمل هناك ما القرائن التي تدل على انه منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن جيل الصحابه وهم متوافرون، ولا لا ده ممكن يكون من اجتهاد حد جه بعد كده. اجماع اهل الكوفه لانه كان في عدد كبير من الصحابه، وابعد شويه يعني عن المساله عمل اهل المدينه. شرع من قبلنا، يعني اذا طبعا مش هنتكلم هنا على الرجوع لكتب اليهود والنصارى، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما وجد يعني صحيفه من التوراه في يد عمر رضي الله عنه قال امتهوكون فيها ابن الخطاب، ثم أذن صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ده في القصص، ما بالك في الأحكام. لأن المقصد هنا عندما يأتي في الكتاب والسنة ذكر أن شيء ما كان مشروعا لأمة سابقة من لنبي من الأنبياء ولم يأتي له نسك، لأنه لو جه في شرعنا خلافه أكيد طبعا احنا ما عندناش يعني لا الذي يطبق هو شرعنا. ولكن هنا عندما هنعرف منين شرع من قبلنا؟ الطريقة الوحيدة اللي نعرف بها شرع من قبلنا وننسبه إلى الله تبارك وتعالى ونقول كان هذا
شرع شرعه الله عز وجل للأنبياء السابقين إن يكون إثبات ورد في شرعنا نحن، يبقى ده شرع إيه؟ يبقى كده علمنا من الكتاب أو السنة أن هذا الأمر كان مشروعا للأمم السابقة. ثم بعد ذلك فورد في الكتاب السنة النسخ، زي مثلا يعني تحريم صيد يوم السبت أو تحريم العمل يوم السبت بالنسبة لليهود، أو يعني المحرمات التي قال الله تعالى في الشأن المفروض من الذين يحرمون عليهم طيبات أحلت لهم، أو مثلا جواز زواج الأخت في شريعة آدم عليه السلام، كل ده حاجات بيبقى احنا عارفين انها ايه نسخت في شرعنا، وبالتالي ايضا لا مجال انت بتعتقد هذا من باب معرفة شرع الله تبارك وتعالى ومعرفة رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. مثلا كيف شرع زواج الأخت في شريعة آدم عليه السلام لحادث البشرية إلى هذا، ثم نسخ في شرع الأنبياء في شرع أنبياء بني إسرائيل فضلا أن يكون هذا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى بتتعلمه لتعرف كما يقولون حتى إيه تاريخ التشريع، لكن إذا وردت حكايته دون ما بيان أنه منسوخ في شرعنا أو ده اللي فيه خلاف، والراجح أن نقول شرعه من قبلنا، وده احنا عرفناه عن طريق خبر في شرعنا شرع لنا ما لم ينسخ. المسألة دي فيها خلاف؟ اه طبعا فيها خلاف. الاستحسان قلنا قد يعني نجد ان بعض العلماء له كلام في غاية الشدة في شأن الاستحسان، ولكن عند التأمل نلاقيه بيتكلم على الاستحسان بالرأي ومصادمة الايه الشرع بالرأي، ولكن ثمت عملية اجتهادية ما أطلق عليها أصحابه الاستحسان، فده اللي أوجد اللبس. العملية الاجتهادية دي أن يكون يعني يمكن أن تقول أنها نوع من أنواع تنقيح القياس، أو أن يبقى عندك فرع يتنازعه أصلان لكل منهما حكم مختلف، أنت عايز تشوف هو إلى أيهما أشبه، يبقى ده الموضوع سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إذن الاستحسان الراجح هو الاستحسان بمعنى تنقيح القياس او تنقيح فرع ما هو اشبه بانه اصل يعني، او حتى بمعنى العدول عن قياس جلي الى اخر خفي لعله، ان كل ده يعني مما اتى الشرع بمثله ومن الفقه الذي يحتاجه الفقيه، ولكن مع الحذر الشديد أن يكون هذا باب إلى القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، أو الحذر الشديد أن يكون ده باب من يعني معارضة النصوص بالرأي، لكن هو أداة اجتهادية يحتاج إليها المجتهد بلا شك. طيب المصالح المرسلة ده طبعا باب عظيم جدا ومن الأهمية بمكان، وكما يعني تعلمون الاسم المصالح المرسلة، وهذا الوصف جاء للإيه؟ لإخراج نوعين من المصالح أخرى، نوعين آخرين من المصالح. المصالح المعتبرة مش محتاجين إن احنا نقول نعلل بمشروعيتها أنها مصلحة، لأنها معتبرة يعني نص عليه، يبقى نقول الحجة سواء حتى في المعاملات الإباحة البيع أحل الله البيع وحرم الربا. فدليل حل الباحة نقول ايه القرآن والسنة طبعا وكذا، فمش هحتاج اروح ليه ان اقول هذه مصلحة. يبقى المصالح المعتبرة مش محتاجة ان احنا نعللها بما او نقول انه هذه تشرع لانها مصلحة. المصالح الملغاة دي لن نستطيع ان نعتبرها لان الشرع الغاها، يعني معنى ايه؟ مصلحه متوهمه او مصلحه معارضه يعني تتضمن مفاسد اعظم منها. كما قال تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهم اكبر من نفعهم. يبقى الايه المنافع اللي في هذه المحرمات مصالح ملغاه، لماذا الغاها الشرع؟ وشرع الله مصلحه كله كما يقول الامام ابن القيم
رحمه الله تعالى ألغاها الشرع لأنها متضمنة لمفاسد أعظم منها، فرجحت مفاسدها على مصالح. بقيت هناك مصالح مرسلة أي متروكة، يعني كان الأصل فيها لم لأن المسكوت عنه في المعاملات الأصل فيه الإيه؟ الإباحة، ولكن جد ما يجعل تلك ذلك الأمر المسكوت عنه فيه مصلحة لا غنى عنها لتحقيق مصلحة معتبرة كلية. يبقى بيبتدي العلماء يقولوا ده والله الباب ده باب يتيح لأهل العلم ولولاة الأمر إنه يلزم بأشياء ما. طبعا أشهر مثال في العصر الحديث قوانين المرور، الإلزام بإنك تمشي بسرعة كذا، إنك تعمل كذا. ليه؟ ما هو الطبيعي إن المشي مباح، تمشي بسرعة، تمشي ببطء، لكن لما وجدت السيارات وهي فيها خطورة ما لا يمكن تفادي هذه الخطورة إلا بنوع من التنظيم، فبقت إن المصلحة في أن يلزم الناس بإجراءات معينة أو بطريقة معينة في السير بسياراتهم هو نوع من تحقيق مصلحة حفظ النفس وتحقيق مصلحة حفظ المال ونحو ذلك. يبقى دي الايه؟ المصلحة المرسلة رقم 9 ورقم 11 سبب الضرر عكسها تماما، اللي هي أشياء كان الأصل فيها الإباحة وبعدين وجدنا أنها أصبحت غالبا ما تؤدي، وغالبا نحن نحط تحتها كذا خط، غالبا ما تؤدي إلى محرم، فيقال يمنع سدا للذريعة. يمنع. طبعا الحاجات دي موجود في الشرع، يعني شيء منها، يعني مثلا الشرع حرم الزنا، ده محرم لإيه؟ لذاته. ثم حرم الخلوة والمصافحة، ده إيه؟ سدا لذريع الزنا. بس احنا الحاجات دي مش محتاجين عندما نقرر حرمتها الرجوع لقاعدة سد الذرائع، ليه؟ لأن سيظل إن النهي عنها ثابت في دليل في القرآن أو في السنة. إذن هيبقى المستنف تحريمها هو الدليل. طيب ولكن اتعلمنا منها حاجة، إن ممكن بعد كده تيجي مثلا تلاقي يعني تجد إنه أمر ما مع أنه محرم إلا أنه يعني بالتجربة علم أنه يفضي إلى محرم. سد الذرائع يعني وباب المصلحة المرسلة وسد الذرائع الاثنين عايزين ميزان دقيق جدا بحيث ألا يستعمل في أن يلزم الناس بما لا يلزمهم شرعا وألا يمنع الناس مما يباح لهم شرعا، لكن لا تستقيم حياة الناس إلا بذلك. فيبقى هنا في أمور تحتاج إلى يعني المنع، المنع سدا للإيه؟ للذريعة. ده رقم 11. يبقى برضه هنا بيبقى أمور الأصل فيها الإباحة، نشوف الشرع نتعلم القاعدة إن الشرع حرم أمورا من أجل غيرها، أمور محرمة لغيرها، محرمة سدا لذريعة الوصول إلى محرم أعظم. فتعلمنا الباب، اتعلمنا الباب، وبالتالي عندما يعرض لنا ان ان مثلا الشرع حرم الزنا فحرم اسباب مؤديه اليه مثل الخلو. طيب ونحرم بقى الريبه مثلا، هل ممكن المراه تركب مثلا تاكسي او غير ذلك مع رجل ليس محرما لها؟ يمكن في الطرق المأهولة. طب الطرق غير المأهولة لا يجوز من أجل الخلوة أو من أجل الريبة أو سدا للذريعة، يبقى الاثنين مع بعض. ممكن أحوال تبقى ليست خلوة ولكن ريبة أو فيها ذريعة للمحرم، يبقى تقدر كل مسألة بقدرها. يبقى ده سد الذرائع. العرف والعاد، العرف والعاد، هل ده بيبقى مصدر
في الواقع، لأن كما ذكرنا أن الفقيه بيتعامل مع خطاب الشرع، خطاب الشرع الموجه للمكلفين، فبيستنبط منها أحكام، وبيجي بقى في أشياء أطلقها الشرع زي مثلا المرض، زي النمو مستوجب لرخص، زي السفر إنه مستوجب لرخص، في كمان إيه العقود اللي بين الناس، وبالتالي العرف والعادة، العادة محكمة في تفسير ما لم يفسر. بالنسبة لخطاب الشرع عندما نفسره بننظر إلى، نحتاج إلى أن نعرف العرف والعادة في زمن ننظر الشرع أو بأمور لم يحددها، يبقى تحدد عرفا بحسب كل عرف. طبعا الرجوع إلى العرف نحتاجه أكثر في العقود بين الناس لما نحتاج نفسر العقد أو نحو هذا. يبقى برضه هنا مسألة العرف، لأن البعض بيجعلها ذريعة لأنه هو يدخل البدع ويقول ما هو أصل الناس اتعودت على بدعة ما وبقت عرف، فيقول نحتج بها بالعرف. لا، العرف هنا بيبقى في تفسير ألفاظ مبهمة تركها الشارع مبهمة، وإذا طالما تركت فلا بد أن يكون لها معنى ما، فيبقى المعنى أن يفسرها الناس بحسب أحوالهم، تبدأ الأمور تختلف باختلاف الأحوال. يبقى المصالح المرسلة، العرف والعادة، ده العاشر، الحداشر سبب الذرائع قلناها، لأن ده المصالح المرسلة وسبب الذرائع بيحتاج يتقالوا مع بعض. الاستصحاب ومنه البراءة الأصلية، وده أكثر حاجة بتتقال. يعني إحنا هنا لما تفتكروا لما اتكلمنا في المباح اتكلمنا على انه يمكن ان يباح بالنص، يبقى عندك دليل احل لكم كذا، ويمكن ان يكون الاباحه بالبراءه الاصليه وهي عدم وجود الحاذر، يبقى ده. وعموما استصحاب بقاء الحال على ما هو عليه ما لم ياتي ناقل، ده برضو مبدا بيحتاج في تفسير بعض العقود، بيحتاج في بعض مسائل الشك والنسيان إلى غير ذلك. وأقرب أو يعني أهم تطبيق له تطبيقه على أمر البراءة الأصلية على النحو اللي ربما بيناه وهنتكلم في المباح، وسيأتي بيان له إن شاء الله. طبعا كل واحدة من دول يعني لها كلام طويل عليها. ايضا الاستقراء والاستدلال، يعني اشبه بالدلالات. الاستقراء ان انا اخد مجموعه جزئيات واقعد احاول اشوف ايه القاعده الجامعه بينهم، استخرج قاعده من مجموع جزئياتها. الاستدلال الايه، ان انا بجيب القاعده الكليه وابرهن انها منطبقه على فرع من فروعها. يعني اذا ده برضو قد يكون أقرب إلى باب الدلالات، ولكن لعله ذكر لأن البعض بيذكر. يقول المتفق عليه منها، من ال 14 مسألة اللي هو قالهم دول، ولو قال يوم القياس كان هيبقى 15، والمتفق عليه منها الكتاب والسنة والإجماع، ده غير. يقول فنعقد لكل منها بابا، أما باقي الأنواع ويبقى هيعمل باب للايه؟ الكتاب والسنه لكل من والاجماع. يقول واما باقي الانواع وهي المختلف فيه فنعقد لها بابا رابعا. واما القياس هو كان الطبيعي نعرض له في القسم اللي هيمشي على الدارج من التقسيم. قال واما القياس سوف نعرض له في القسم الثالث ان شاء الله تعالى، في الكلام على الدلالات. وكما اشرنا ان هذا التقسيم
قد يكون أدق، نعم، ولكنه ليس هو الشائع، وقد يعني يثير نوع من التساؤل حول أن القياس، لكن هو وضح أهوت وإحنا عارفين هذا، يبقى خاص التحرم. يبقى إذا ده تعريف بمصادر أدلة الأحكام، وأولها القرآن. يبقى الباب الأول بعد هذا التمهيد في بيان مصادر أدلة الأحكام الكلام على القرآن. في الواقع هنا بنلاقي وإحنا بنتكلم على القرآن، يعني كما لو كان ملخص سريع جدا جدا للموضوعات اللي بناخدها في علم علوم القرآن، التعريف بالقرآن، بالقراءات، التفسير، كل ده احنا بنكون محتاجينه، فهو بيدينا المامة سريعة حول هذا الأمر. أيضا لما نيجي نتكلم على السنة ممكن بلاقي كلام أشبه بالمختصر لما يتم دراساته في علم مصطلح الحديث، عشان نتكلم على السنة وتعريفها وثبوتها وحجيتها وغير ذلك. وبالتالي يعني أكبر بابين في الأبواب المتعلقة بمصادر أدلة الأحكام. يبقى إن شاء الله تعالى باعتبار إن شاء الله المرة القادمة نتناول الكلام على القرآن اللي هو المصدر الأول من مصادر التشريع ومن مصادر أدلة الأحكام، ونتناول بعض الحاجات المتعلقة بالقرآن، معظمها لو احنا درسنا علوم القرآن هنلاقي ان احنا درسنا فيها تعريف القرآن، تعريف السبعة أحرف، تعريف القراءات ومن أين نشأت، التفسير، كل ده ربما نتعرض إليه في عجالة على قدر ما يتسع له يعني هذا شرح هذا الكتاب المبارك. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء، يعني بعد ما الأذان وكل يصلي، نترك فرصة لكل يصلي في المسجد القريب من بيته. تعلمون الآن المساجد بفضل الله يعني يصلى فيها الجماعة، ثم نشرع في درس العقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.